ينضم الينا من باريس الدكتور والباحث في العلوم السياسيه رامي الخليفه العلي. دكتور رامي، هل سبب بقاء الاسد حتى اللحظه هو خارجي ام داخلي؟ الحقيقة غدا أنه يمكن إعطاء ثلاثة ميزات أساسية للنظام السوري، ويمكن بالتعريف أن نقول أن النظام السوري هو نظام عسكري بولاء طائفي مع غلاف حزبي، مع الإشارة إلى أن هذا الغلاف الحزبي خلال العقود الماضية تضاءل بشكل كبير حتى كاد يتلاشى، وبالتالي النظام الذي أوجده حافظ الأسد هو نظام هرمي يقع على رأسه الرئيس ثم المقربين منه، ويستمر حتى القاعدة في ذلك الانتماء الطائفي. هذا الهرم وجد تعبيره ليس فقط في المؤسسة العسكرية والتي هي بالحقيقة صلب النظام السياسي، ولكن حتى في المؤسسات الأخرى. يعني يمكن أن نتحدث على سبيل المثال عن القضاء، فالرئيس هو يقع على رأس هرم السلطة القضائية، السلطة التشريعية أيضا الرئيس متحكم بها ويستطيع أن يحلها متى شاء، السلطة التنفيذية هو أيضا رأسها، السلطة الحزبية أيضا هو رأسها، وبالتالي موقع رئاسة الجمهورية بحسب النظام السياسي الذي أوجده حافظ الأسد، رئيس الجمهورية هو النقطة التي تتقاطع عندها كل الخيوط. مثلا على سبيل المثال تعدد الأجهزة الأمنية في النظام السياسي السوري، كل الأجهزة الأمنية كل جهاز أمني يكاد يكون منفصلا عن الجهاز الآخر، وبالتالي علاقته مع الرئيس علاقة مباشرة. لذلك وجدنا كثير خلال العقود الماضية أن هنالك كان تقاطع وأحيانا تضاد بين مهام الأجهزة الأمنية، وبالتالي هذا النظام هو الذي ولد تلك الصلابة في البنيان. قام حافظ الأسد بنسج هذا النظام خيطا خيطا، وبالتالي هذا هو الذي يفسر لنا قوة هذا النظام. طيب، بالإضافة إلى ما ذكرته، هل أيضا من الأسباب هو ضعف التسويات أو المسارات السياسية المختلفة التي ذكرناها في بداية هذه الحلقة، أو البطش العسكري الذي أيضا يتفق مع ما قلته أنت عن تركيبة النظام، بالإضافة إلى دعم عسكري روسي إيراني، وأخيرا اليوم في يبرود مساعدة حزب الله التي جعلت النظام يسيطر هنالك؟ الحقيقة غادة، يمكن التركيز على ثلاثة مراحل من تطور الصراع خلال السنوات الماضية، وهنا دعينا ننظر إلى سياسة النظام أو استراتيجية النظام في التعامل مع الأحداث الجارية. في البداية كان يهدف النظام إلى تحييد المجتمع الدولي، كان يرى أن بإمكانه عبر قبضته العسكرية الكبرى، عبر قبضته الأمنية، أن يقضي على الثورة، فكان يهدف أولا إلى تحييد المجتمع الدولي، تحييد الخارج، وثانيا إلى دفع الثورة باتجاه التسليح، مما يبرر له تلك السطوة العسكرية. طبعا حدثت عسكرة الثورة، ولكن النظام لم يستطع أن يقضي على الثورة، لأن نمط الثورة كان أو نمط الجيش الحر والمجموعات المسلحة التي كانت تحارب النظام هي حرب العصابات، وبالتالي النظام ليس لديه خبرة كبيرة في حرب العصابات، واستطاعت المعارضة خلال السنة الثانية من الثورة أن تحقق إنجازات كبيرة. وعند ذلك الحد لم يعد مهمة حلفائه الإقليميين فقط تحييد المجتمع الدولي، وإنما أصبح من مهمتهم أيضا مساندة النظام، وهنا نتحدث عن إيران وحزب الله بشكل أساسي، طبعا مع مساعدة من قبل روسيا. وبالتالي سياسة النظام ابتدأت مع تحييد المجتمع الدولي، ثم انتقلت إلى إشراك الحلفاء في الحرب الدائرة في سوريا. شكرا دكتور، شكرا جزيلا لك دكتور رامي العلي الباحث في العلوم السياسية من باريس.